عام 92 وخلال اجتماع خطير وقف وولفغانغ ستالزنبرغ مدير شركة الاستثمارات كاسترور هولدينغ في مواجهة أسئلة تتعلق بالديون. كان الجو مشحونا والخسارة فادحة أكثر من $1.5 بليون. وبينما كانت الأسئلة ما زالت تنهمر من جميع أنحاء الغرفة، أعلن ستالزنبرغ أنه ليس لديه المزيد لكي يقوله، وانتقل إلى غرفة مجاورة يرافقه محاميه وحارسه الخاص. ووجد الدائنون أنفسهم يطرحون الأسئلة على باب موصد بإحكام. وبعد قليل تسلل ستالزنبرغ من باب خلفي للفندق ولم يشاهده أحد بعد ذلك. لا شك أن هناك ما يدعو للتحقيق. كان يجب أن تكون موجودا في هذا الاجتماع في عام 92 لترى الدهشة والغضب اللذين اعتريا المساهمين في كاستور هولدينغ على حين غرة. كان من الواضح أن الأمور تسير بشكل سيء بالنسبة إلى كاستور هولدينغ، وكان بعض المساهمين يطالبون بتسوية وضعهم. كاستور هولدينغ المحدودة التي باشرت أعمالها عام 70 أصبحت اليوم مفلسة. كانت مكاتب كاستور هولدينغ الرئيسة في نيو برونزويك، ولديها فروعا في تورونتو وكالبري، وكذلك مكاتب في أوروبا وقبرص. لكن أهم مراكز هذه الشركة الضخمة كان في شارع جامعة ماغيل في مونريال، وكانت تمول مشاريع كبرى لفنادق وأبنية تجارية واقتصادية في جميع أنحاء العالم. المحامي ليونارد فلانز المتخصص في شؤون الإفلاس وإقفال الشركات يدافع عن مجموعة المستثمرين المقدورين. كان عمل كاستور هولدينغ الأساسي يقتصر على إقراض المال للشركات الصغيرة العاملة في مجال الأملاك غير المنقولة. كانت شركة كاستور هولدينغ تحقق معظم أرباحها الطائلة على الأقل على الورق بالاستفادة من الفروقات. مثلا إن الفائدة التي تطلبها كاستور هولدينغ من مدينيها كانت أكبر بكثير من الفائدة التي تحصل عليها من استدانتها من المصارف. لكن بعد التناعم بسنوات من الربح المتواصل انهارت كاستور هولدينغ فجأة تحت عبء خسارة وصلت إلى $1.5 بليون، مما سبب فاجعة للجميع. فكيف يمكن لشركة بهذا الحجم أن تفلس؟ جوانا راسو مديرة شركة تراي كومباس: كان من الصعب في ذلك الحين أن نصدق أن شركة بهذا الحجم قد تواجه هذا النوع من المشاكل، وكنا نشعر أنه لا بد أن تكون قد حصنت نفسها بشكل أو بآخر، لذلك شعرنا بالدهشة. شعرت الشركات العقارية عامة بالدهشة، لكن الأعمال العقارية متينة نوعا ما، وبقيت التعاملات فيها طويلة الأمد. حول المستثمرون غضبهم باتجاه مدير كاستور هولدينغ وولفغانغ ستالزنبرغ. لم يظهر أي شيء، وفي منشورات الشركة سمح بتوقع نهاية مفاجئة ودراماتيكية كهذه النهاية. لا أعلم إن كان ماهرا في الأعمال المالية، لكنني متأكد من أنه بارع في العلاقات العامة. في هذه الحالة فإن المستندات قانونية أعني أنها حبر على ورق، وليس هناك أي ممتلكات ملموسة مثل المباني. لا يعرف الكثير عن ستالزنبرغ. لقد ولد في بريمن في ألمانيا، وعاش مع عائلته في الفقر والبؤس الذي عم شرقي البلاد بعد الحرب العالمية الثانية. إبرهارد داخ موظف في مصرف ING BHF في فرانكفورت. كان ستالزنبرغ مدير شركة كاستور هولدينغ، وكان يحمل الجنسية الألمانية، وقد أمضى حياته في الأعمال المصرفية في ألمانيا، وبدأ حياته العملية في أحد أهم المصارف هناك،
وكان له معارف كثيرون، لا سيما في مصرف آخر صغير جدا في ميونخ، لكنه لم يكن رجل أعمال معروفا جدا في ألمانيا. كان رجل أعمال عاديا يعمل في مجال المصارف. إذا نظرنا إلى ماضي ستالزنبرغ قد نفهم بشكل أفضل اختفاءه المفاجئ. في الحقيقة كان يخطط لذلك منذ بعض الوقت. تبدأ القصة في السبعينيات حين كان ستالزنبرغ ما زال في أوروبا. بدأ ستالزنبرغ عمله في كندا برفقة شخص آخر من الجنسية الألمانية أيضا يدعى كارستن فون وورسبي. كان قد مضى على وجود فون وورسبي بعض الوقت في كندا حيث يعمل في مجال العقارات، بينما كانت خبرة ستالزنبرغ تنبع من الأعمال المصرفية في ألمانيا ولندن إنجلترا. في الحقيقة برز اسمه كرجل أعمال ناجح بعد وصوله إلى كندا. في الحقيقة كانت بدايته في كندا كموظف مصرفي، وأصبح بعد ذلك مساهما متواضعا في مصرف ألماني صغير، ما فتح له أبواب عالم المصارف أمامه بأسره. بمساعدة شريك له أسس كاستور هولدينج، ومن هنا بدأت مسيرته المهنية. بدأ ستالزنبرغ يضع خططه الاحتيالية في هذه الفترة عندما بدأ يتعامل مع أول زبون للشركة. أظن أن أعمال كاستور هولدينج بدأت عام 1975، حيث راحت الشركة تقرض المال لمجموعة من الشركات، وبدأت شركة كاستور تكبر عاما بعد عام. لكن لماذا تقترض شركة فون وورسبي المال من كاستور هولدينج إذا كان فون وورسبي نفسه شريكا فيها؟ لكن في تلك الأيام لم يكن أي أحد ينافس ستالزنبرغ، فقد كان أنيقا ولبقا ويعرف أصول الأعمال المصرفية وطرق تعاملها وأهم شخصياتها، وكان يوحي بالثقة فورا. كان ستالزنبرغ يحب حياة الترف، وكان يجمع السيارات الباهظة الثمن ويتنقل جوا في طائرة خاصة به. كان شكله أرستقراطيا ولطيفا، وكان يأتي كل عام إلى كندا لتقديم رؤياه عن العالم الاقتصادي وتصوره لمستقبل هذا العالم، وكان يحضر هذا العرض العديد من رجال الأعمال والمال. لقد كان يوحي بالثقة. يظهر ذكاء ستالزنبرغ في تصرفه منذ البداية بطريقة توحي بالقوة والثقة بالنفس، وكأن شيئا لا يستطيع أن يقف في وجهه أبدا. جوليان بلند كاتب موضوع للتحقيق. في هذه الحالة نحن نتعامل مع شخص لن يعمل مع أي كان في أي يوم، بل مع اختصاصيين في الاقتصاد المالي. لذلك كان عليه أن يظهر بالشكل الذي يتصوره هؤلاء المدراء الماليون الأذكياء فرضا. كان ستالزنبرغ يعيش أغنياء هذا العالم، لذلك كان يجب أن تكون حياته مشابهة لنمط حياتهم. لورين بينديرا صحفية في راديو سي بي سي، وقد راقبت لمدة أشهر قضية كاستور، وهي تصف لنا طريقة حياة السيد بينديراس في الثمانينيات. كان هذا الرجل يملك قصرا في ويست ماونت وشقة فخمة في بور ويال وعددا من السيارات الجميلة وعلى الأقل طائرة خاصة، وسمعت أيضا أنه كان ساحرا جدا. كان ستالزنبرغ يعلم أن أحد مفاتيح الثقة لدى الزبائن المهمين هو أن تتعامل مع المدققين، لذلك عمد إلى مشاركة أفضلهم وهي شركة كوبرز ولايبرنت. عندما وصل إلى كندا حرص ستالزنبرغ على الحصول على أفضل الاستشاريين، وكذلك بالنسبة إلى المحاسبين المجازين، فقد قصد أفضل شركة على الإطلاق. وبذلك حين يذهب إلى مؤسسة مثل كرايسلر تكون لديه كل المتطلبات التي يتوقعونها من رجل من حجمه. طلب من كوبرز ولايبرند أن تراقب حسابات كاستور
من عام 1975 وحتى 1992، لكن عملهم كان يضم أيضا الاستشارة بالنسبة إلى الضرائب، وكانوا يقومون بتقييم الأسهم ويقدمون تقارير عن تقديرهم للأسهم، أي أنهم كانوا يقدرون قيمة شركة كاستر. رأى ستلزنبرغ في ذلك أهم سلاح لجذب الزبائن المهمين. كان هذا المستند مهما جدا، لأنه كان يظهر قيمة شركة كاستر الفعلية، وذلك بحسب تقديرات كوبرز ولايبرن لأسهمها. وكانت هذه الخطابات تصدر مرة أو مرتين كل عام، وكان ستلزنبرغ يوزعها على مدينيه لكي يتأكدوا من صحة أعمال الشركة وقيمتها الفعلية في الأسواق. وكانت هذه الخطابات توزع أيضا على المستثمرين الحاليين والمقبلين. لم يكن ستلزنبرغ بحاجة إلى البحث عن مستثمرين، فقد كانوا يأتون إليه بأنفسهم، وكان صيته شائعا إلى حد أنهم جاءوا إليه زاحفين تقريبا طالبين منه قبول استثماراتهم. حين كان يذهب إلى أوروبا في طائرته الخاصة، كان يتعامل مع الزبائن ليس كمن يطلب الاستثمار، بل كان يشعرهم أنه ليس بحاجة إليهم، وأن لديه العديد من الشركات التي تنتظر لكي تستثمر أموالها لديه. وبما أنه شخص جذاب جدا، بدأ أنه يجذب المال أيضا. لكن في العام 82 حصل تراجع في الأسواق العقارية، فلماذا لم تثر كاستر الشبهات بأعمالها الغريبة حتى عندما كانت جميع الشركات تتراجع بشكل كبير؟ وكانت كاستر ما زالت تحقق أرباحا ضخمة، بينما كانت الشركات الأخرى تعاني كسادا وركودا. وبقيت كاستر تكبر وتنمو في الثمانينيات، حتى خلال فترة التراجع التي شهدتها الأسواق العقارية بين عامي 1982 و1983، بل إن أعمال كاستر كانت تزداد وأرباحها كانت تزداد حتى عندما كان سوق العقارات بأجمعه يتراجع من حولها. وعندما انتهت فترة التراجع العقاري في منتصف الثمانينيات، انطلقت كاستر فعلاً. غريب، كيف يتداعى السوق كله ويهبط وما زالت كاستر تحلق في عالم الأرباح؟ ولا أحد يجد ذلك غريبا، بل على العكس من ذلك تمتدح الشركة وإنتاجها المدهش، ويكمل ستلزنبرغ طريقة وتستمر دهشة المستثمرين من النتائج العجيبة والغريبة. كان ستلزنبرغ في هذا الوقت كما في أي وقت على اطلاع تام بالأسواق العقارية، وبما أن شركة كاستر كانت صغيرة بالمقارنة مع الشركات الاستثمارية الكبرى، كان بإمكانه دراسة أوضاع المستثمرين بسرعة وتلبية طلباتهم أسرع من الشركات الأخرى. لكن في بداية عام 86 كان وضع كاستر هولدينج دقيقا. كان ستلزنبرغ يدرك أن شركته على حافة الهاوية، لكنه لم يتوقف عن تشجيع المستثمرين والمساهمين لديه. حتى منتصف الثمانينيات، حيث كانت الأسواق العقارية على ما يرام في كندا، وكانت كاستر هولدينج تصدر بياناتها المالية بشكل جيد وبدون أخطاء، لكن بعد ذلك بدأت الأسواق تتدهور وبدأت كاستر تشعر ببعض المشاكل. عندها ابتكر ستلزنبرغ خطة تسمح له بالتسلح ضد تلاعب الأسواق، وكانت هذه أقدم خطة ابتكرت. سيتابع ستلزنبرغ سحب القروض بدون توقف لتسديد الديون القديمة، وبذلك يحافظ على تقدمه، لكنه لم يتوقف عند ذلك الحد، فقد أراد أن يطور شركته. البروفيسور ريال لابيل، مدير الحسابات الجنائية في كلية إدارة الأعمال في جامعة مونريال: نظرا إلى أن الإنسان خلق على هذا الشكل،
وبما أنه يريد أن يغتني بسرعة، وبما أن الإدارة قادرة على ذلك، هم لا يتعدون حدودهم طبعا، لكنهم في موقع جيد للقيام بذلك. ورغم خرقهم بعض القوانين، لكن العديد من العوامل كانت إلى جانبهم. هنا بدأت خطة ستالزنبرغ للاحتيال تتبلور حقا. هناك دوافع كثيرة لإدارة الأرباح الحسابية، يمكنهم رفع الأرباح ويفعلون ذلك ليسعدوا مساهميهم. وهذه دراسة صحيحة للطبيعة الإنسانية. ما وجدناه في خطط كاستر هولدينغ ليس إلا حيلا عادية في التزوير، فهم لم يشهروا الحسابات كاملة للطرف الآخر، وأظهروا عمليات لم تحصل، وزادوا في قيمة الأملاك والمبيعات، ولم يعترفوا حتى بالمهل المحددة. الشركة شخص، ونحن ندعوها في أغلب الأحيان شخصا أخلاقيا، وكونها شخصا فلديها جسد، إما أن تكون ثرية وبصحة جيدة، وإما أن تكون مريضة. ومن يقرر حالة المريض؟ إذا كان شخصا يقوم الطبيب بذلك، أما إذا كانت شركة فالمدقق هو المسؤول عن صحتها. المحققون أحرار، سيأتون وينظرون ويدرسون ويدققون ويحللون ويقدمون تقريرا. هو البيانات المالية التي تظهر حالة الشركة، إن كانت هذه الشركة بصحة جيدة أم كانت بصحة سيئة. لكن البيانات المالية التي قدمها ستالزنبرغ للمدققين كانت بعيدة كل البعد عن حالة الشركة الحقيقية، فقد كانت تلك البيانات وهمية. في الحقيقة كان ستالزنبرغ يحول المبالغ التي تستدينها الشركات الجديدة كرأس مال للشركة، وبذلك يقنع كوبر ولاي برنت أن الأموال التي أقرضها في السوق قد دفعت له وأن الشركة في تطور مستمر. لكن هذه الأموال لم تكن موجودة. للوصول إلى أهدافه قدم ستالزنبرغ إلى مدققي حساباته بيانات مزيفة. إضافة إلى ذلك كانت بعض ديون كاستر هولدينغ غير مستقرة، خصوصا ديون شركة يورك هانوفر. لكن كما نعلم كان ستالزنبرغ يحول هذه المبالغ المدانة إلى رأس مال الشركة، وبذلك كلما زادت المبالغ التي أقرضها للغير كلما بدا أن الشركة أكثر ثراء، على الأقل على الورق. كان يبدو في دفاتر كاستور هولدينغ أن الفائدة يدفعها المستدين، لكن في الحقيقة لم تكن الفائدة تدفع بل تتراكم، ولم يتم استلام أي من هذه الأموال من الفوائد. إذن وكما هو واضح فإن الفوائد لم تدخل إطلاقا في خزائن كاستور هولدينغ، بل تراكمت في الدفاتر. ولم تكن كاستور تقرض المال فقط، بل كانت تستدين الأموال أيضا، وكانت تخاطر بشكل فادح في هذه الرهونات. طبعا الرهن الأول كان الأسهل ولا تكون فوائده مرتفعة جدا، لكن الرهونات التالية كانت أصعب وكانت الفوائد مرتفعة عليها، وهذه التي كانت تملأ دفاتر كاستور وكانت مخاطرها أكبر. خلال فترة التراجع تقل قيمة الممتلكات، فبدلا من أن تكون لديك قيمة كاملة تصبح قيمتها 60% أو 70%. ولا يسترجع المدين كل أمواله في حالات الإفلاس،
أما بالنسبة إلى الذي استثمر أمواله في الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فلا يكون هناك قيمة يمكن استرجاعها. وأظن أن هذا من أهم المشاكل التي واجهت كاستور هولدينج، فالجميع هنا كان يقرض، وهذا هو الأهم. لا أظن أن الاستدانة كانت هي المشكلة، بل المقاييس المتبعة في هذه العمليات، لأن الكثير من المدينين لم يواجهوا الإفلاس. لكن حتى الآن كانت خطة ستولزنبرغ في الاحتيال ما زالت قابلة للتطبيق، لكنه بدأ بعمليات كبيرة لنقل الأموال لتغطية الوضع الحقيقي لكاستور، مبدلا بين حسابات تورنتو وبرمودا وبنما ونيقوسيا وفرانكفورت ونيويورك والجزر البريطانية. ما أظهر آلية عظيمة، آلية كانت مفلسة منذ سنوات. من أجل ذلك على ستولزنبرغ أن يدخل أموالا باهظة، وقد فعل ذلك، فجمع مبالغ طائلة في سياق العملية. كانت كاستور تستدين مبالغ طائلة من أشخاص آخرين لتعطيها للأشخاص الذين كانوا يدينون لها بالفوائد. وكما ترون فهذه العملية لا يمكن أن تستمر، وكما نعرف فإن أغلب هؤلاء العملاء كانوا قد فقدوا أموالهم في التسعينيات. لكن لم يبدو أن ذلك يشكل أهمية كبيرة، فالمستثمرون الكبار استمروا في التوسل إلى ستولزنبرغ لأخذ أموالهم، حتى إنه أقنع مدير صندوق الموظفين لدى شركة كرايسلر بأن يستثمر 170 مليونا في كاستور هولدينج. ومكافأة على هذا الاستثمار العظيم، قدم المدير لنفسه يخت بقيمة 8 ملايين دولار. كانت الأسواق تساعد على الاستثمار، فحين تكون الأسواق جيدة يكون الوضع مناسبا لاستثمارات الرهن. وفي هذه الحالة تقدم شركات القروض المال لمدراء المؤسسات لاستثمارها في الرهونات، مثلاً 1 مليون دولار للرهن لهذه السنة. وفي النهاية تكون هناك الأموال المطلوبة للاستثمار، لكن هذا ليس كل شيء، فيجب أن تكون هناك معايير معينة في مؤسستك. نحن نتحدث عن عمليات استثمار معقدة جداً، فالأمر لا يتعلق بي أو بك أو حتى بشركات صغيرة، بل يتعلق بمصارف مهمة جدا تقرر الاستثمار في شركة خاصة تعمل على إعادة إقراض المال إلى شركات عقارية. إذا كانت عملية معقدة، يدفعون المال الذي يعاد إقراضه إلى مقاولين مفلسين لا يستطيعون حتى دفع الفوائد التي تراكمت عليهم. كانت كاستور هولدينج تمد مشاريع عقارية، إنها شركات تقوم بعمليات عقارية، وكانت تدعي أنها شركات حريصة تعرف تماما لمن تقرض أموالها، لكن الحقيقة كانت مختلفة. في هذه الأثناء كان ستولزنبرغ يسافر من بلد إلى آخر باحثا عن الأموال لدى مدراء صناديق التقاعد للموظفين ومصارف أجنبية، وكان يستطيع أن يقنع مستثمريه أنهم يستطيعون التعامل معه بكل أمان، بينما في الحقيقة كان تأمين الأموال لدى كاستور هولدينج عملية تعرض صاحبها للاحتيال. لماذا استمر هؤلاء المستثمرون الكبار في وضع أموالهم لدى كاستور؟ لأن كاستور كانت تملك دفاتر حسابات رائعة، وكانت تبدو شركة رابحة. عام 88 طلب ستولزنبرغ من أعضاء مجلس الإدارة لديه إعطاءه سلطة كاملة في الشركة. لم يواجه أي اعتراض. أصبح بإمكان ستولزنبرغ أن يكمل تحليقه إلى أعماق الهاوية بكل تأكيد. ما هو مشروعه التالي؟ مجمع ضخم في قلب مونريال. ترى هل يعني لك اسم مركز إيتون أي شيء؟ كيف تمكنت كاستور هولدينج من الانخراط في مشروع ضخم كهذا؟ بواسطة اتصالها بيورك هانوفر، الشركة التي يديرها فون وورسبي. طلبت كاستور من هذه الشركة إدارة كل تفاصيل هذا المشروع الذي يخطط لمركز تجاري كبير في وسط مونريال. يقع إيتون سنتر فوق محطة مترو ميغل، حيث يمر كل يوم العديد من الأشخاص، حوالي 750 ألف شخص كل يوم يستخدمون وسيلة النقل هذه.
وهو يقع مباشرة فوق نقطة التقاء شبكة مونريال، ولدينا شبكة يبلغ طولها 12 كيلومترا، وهذا المركز يقع في وسط ملتقى جنوب شمال شرق غرب هذه الشبكة. المركز ممتاز، العديد من الناس يمرون من هذه المنطقة، وهي أفضل منطقة في مونريال. من حيث المبدأ هذا مشروع لابد أن يكون رابحا جدا، لكن كما سنرى ستظهر مشاكل لمركز إيتون بالجملة. في بادئ الأمر حصل تضخم في الأسعار، فقبل بدء المشروع أعلن عنه وقيل إنه سيقام في هذه المنطقة، وإن الشركة ستشتري قطع الأرض المتاخمة للمحطة، وعلم أصحاب الأراضي أن الشركة ستشتريها، فبدأوا يرفعون أسعارها. طبعا لم يساعد ذلك على الحد من تدهور حالة كاستور هولدينج. وبينما كان موعد تسليم المجمع يقترب بسرعة، بقيت أعمال البناء في مركز إيتون في أغلبها غير منتهية. كانت الأبنية ناقصة، لم تكن الإضاءة جاهزة ولا المصاعد، وكان المال ينقص، ولم يكن باستطاعتهم تسديد قيمة صيانة مركز إيتون حتى. أين مركز إيتون؟ لم يكن الناس يعلمون بوجوده. أصبح يوم افتتاح مركز إيتون سبب صداع للمستثمرين. ماذا حصل عام 1991 يوم افتتاح مركز إيتون؟ كان المركز يفتقر إلى السيولة، لم يستطيع سوى تسديد فواتير المطاعم لحفل الافتتاح الكبير بوجود العمدة وما إلى ذلك، ولم يبقى هناك مال كاف للدعاية، ولم يعرف أحد أن هناك مركزا جديدا للتسوق في البلد، وكان أصحاب المحلات غاضبين جدا، ولم يأتي أحد إلى المركز الجديد، ولم يعرف أحد بوجوده حتى. بالإضافة إلى ذلك، كان النفق الذي يصل ساحة فيلماري بالمركز لم يشيد بعد، فشكل عقبة جديدة. لم يكن النفق الذي يصل ساحة فيلماري بالمركز قد أنشئ بعد، وكانت تلك مشكلة كبرى، لأن جميع المستأجرين في المركز من ساحة فيلماري قد استأجروا المتاجر في المركز نظرا إلى وجود ذلك النفق الذي يسمح للعاملين بالتنقل في هذه الساحة، وكان هناك 15,000 عامل كانوا سيصلون من الساحة إلى المركز عن طريق النفق عبر القبو الثاني للمركز. إذن كانت كل الإيجارات متعلقة بالنفق، ولم يكن هناك من يعبر من النفق إلى المركز، لذلك امتنع أصحاب المتاجر عن دفع الإيجارات، فقد كانوا على وشك الإفلاس. لكن مركز إيتون لم يكن السبب في انهيار كاستور هولدينج، ففي عام 1990 حدث تراجع جديد في الأسواق المالية، ما يعني انخفاضا جديدا في الاستثمارات لدى كاستور. كان التراجع في التسعينيات ناتجا عن الضغوط الكثيرة التي واجهت عالم العقارات كما سبق أن ذكرنا، وكان هناك عمليات إفلاس وأغلقت شركات كثيرة أبوابها. تجارة العقارات تفتقر إلى السيولة الموجودة في المجالات التجارية الأخرى، أما خلال التراجع فتصبح السيولة مشكلة فعلية، فمن أجلها يجب أن تبيع، وذلك بأسعار مدروسة، وهذا صعب في حال التراجع. لكن مرة أخرى كان ستالزنبرغ في المقدمة، وكالمعتاد كانت بياناته المالية ممتازة، وقد اعتقد المستثمرون أن كاستور هولدينج لم تتضرر من جراء التراجع العقاري الراهن. لكن في 23 نوفمبر عام 1991 وردت رسالة داخلية من أحد موظفي كاستور هولدينج يذكر فيها نقص 200 مليون دولار في الأموال، وبدأ شركاء ستالزنبرغ يشكون في الأمر، لكن هذا الأخير أكد للجميع عكس ذلك بواسطة بياناته المالية الأخيرة. أتت الضربة القاضية عام 1992، فبينما كانت العقارات في محنة في جميع أنحاء العالم أصبحت الحالة مأساوية. انهار مشروع مركز إيتون الذي كلف كاستور هولدينج مئات ملايين الدولارات تماماً،
فلم يستطع الزبائن تسديد مبالغ رهوناتهم بعد ذلك. استولى دائنو مركز إيتون الأساسيون عليه، وهم مصرف مونريال، وبذلك أصبحت الشركة المالكة يورك هانوفر تدين لمصرف مونريال بمبلغ 120 مليون دولار. سوف تعمل لجنة من المؤتمنين على إدارة أعمال المركز ريثما يتقرر مصيره. في 26 من فبراير طلبت كاستور الحماية من مستثمريها الذين يطالبون بمبلغ 1.25 بليون دولار، وأعلن سالزنبرغ لكل من له علاقة بالأمر أن الحفلة قد انتهى. ليونارد فلانز ممثل بعض الذين احتيل عليهم في هذه العملية. حصل الانهيار عام 1992 في شهر فبراير حين طلبت كاستور حماية المحكمة المختصة بالإفلاس في مونريال بعد ملاحقة الدائنين لها، وهذا بحد ذاته اعتراف بعدم امتلاك المال. وقد ذكرت هذه المخالفة في التعامل الاستثماري في جريدة مونريال في اليوم التالي أو الذي يليها، وكان ذلك في 26 من فبراير عام 1992 إذا كنت أذكر جيدا. وقد فاجأ هذا الطلب لدى محكمة الإفلاس في مونريال جميع الدائنين. صدم المستثمرون من هذا التطور المفاجئ. كانت المبالغ التي خسروها خيالية، وبدأ الناس يسألون ما هي قيمة هذه البيانات المالية الحقيقية. كانت بيانات كاستور الحالية لعام 1990 قد دققت من قبل شركة المحاسبين المجازين في أوائل 1991، وقد خرجت تقاريرهم في أبريل عام 1991 سليمة. وشكل نبأ إفلاس الشركة بعد أشهر قليلة صدمة كبيرة، وعندها فقط بدأ التحقيق. بطبيعة الحال وحتى في فبراير عام 1992 وبعد أن لجأ ستالزنبرغ إلى محكمة الإفلاس في مونريال، ظل يطمئن مستثمريه أن هذه مشكلة سيولة عابرة وأن الأمور ستعود إلى مجراها الطبيعي، وطبعا هذا لم يكن صحيحا. في 9 من يوليو عام 92 أعلنت كاستور إفلاسها رسميا. في فبراير عام 1992 انفجرت القنبلة، واعترفت كاستور أنها لا تملك سيولة. لكن كان لدى سالزنبرغ ورقة أخيرة، ورقة كان قد احتفظ بها منذ البداية. فخلال اجتماع الدائنين هرب من باب الفندق الخلفي وغادر كندا من دون أي نية في العودة. آثار تصرف سالزنبرغ غضب العديد من المستثمرين، وأول من تحرك منهم كان مدير مصرف سويسري قام فوراً بوضع يده على طائرة سالزنبرغ الخاصة والتي تساوي 22 مليون دولار. يبدو أن هذه الطائرة كانت جاهزة للإقلاع في أي وقت بقيادة قبطانين. قدمت عدة دعاوى ضد سالزنبرغ في اللحظة الأولى لإعلان الإفلاس، لكن يبدو أنه قد غادر البلاد إلى أوروبا بحثاً عن رساميل جديدة لإعادة إحياء الشركة. أتت شكاوى المستثمرين من جميع أنحاء العالم، والمبالغ المطالب بها كانت طائلة. لكن بعد فوات الأوان، فقد تبين أن سالزنبرغ بعد تزويره بياناته المالية كان قد حول أمواله إلى مناطق لا تطالها الضرائب مثل كوراساو وقبرص. منذ ذلك الوقت لقب سالزنبرغ ببيكاسو التزوير. هب برنار غوردو المسؤول عن قضية الإفلاس إلى مكاتب كاستور حاملا آلة التصوير في محاولة لإيجاد أي ممتلكات ثمينة، لكن كان ثمة من سبقه إلى ذلك. فلم يجد برنار غوردو سوى مكاتب خالية وملفات فارغة وأوراق ومستندات لا قيمة لها. فبالرغم من مغادرته السريعة، كان سالزنبرغ قد خطط لها بإحكام. In
في عام 93 وفي محاولة للتوصل إلى عمق القضية، فتحت الشرطة تحقيقا محليا ودوليا. إذا كنت مثل شركة يورك هانوفر قد اقترضت مبلغا لعامي 1993 و1994، كنت لتدفع فوائد شهرية أو نصف سنوية، لكنك لم تفعل، وظلت الفوائد تتراكم عاما بعد عام وتصبح من رأس المال سنة بعد سنة. وبعد 7 سنوات وبعد استجواب أكثر من 200 ضحية حول العالم، خاصة في إيرلندا وفرنسا والسويد، قدمت لجنة التدقيق المجازة إلى مدعي عام محكمة مونريال تقريرا ثمنه $50,000، ويتضمن أسماء أهم زبائن كاستور هولدينج وحجم السرقات. قامت الشركة بما قد يفعله أي مصرف، أي أنها مقابل إيداع ما قامت بإقراض مبالغ مالية خاصة للعمليات العقارية. من أصل قروض وصلت إلى 1.7 بليون دولار، كانت حصة شركة يورك هانوفر هي 700 مليون، وكأنك تأخذ معظم ممتلكاتك وتضعها في سلة واحدة. وبذلك اتضحت العلاقة بين الشركتين. كانت كاستور هولدينج تقرض يورك هانوفر مبالغ لم تكن لترد على الإطلاق، ولم تقدم يورك هانوفر أي بيانات مالية لكاستور، وكذلك شركة أخرى. وطبعا هذا ما فسر اختفاء بليون دولار بوضوح. إضافة إلى يورك هانوفر التي حصلت على 700 مليون دولار، كانت كاستور قد أقرضت شركة أخرى 300 مليون دولار، وهي شركة دي تي سميث في كاليفورنيا. إذن من أصل 1.7 بليون دولار، كانت كاستور قد أقرضت بليون دولار إلى مجموعتين من الشركات. عادة هذه الشركات تضطر إلى السماح للمدققين بالنظر في أي من بياناتها المالية التي تشاء. لم تنظر كوبرز ولايبرند ولم تطلب مراجعة أي من أوراق يورك هانوفر، لذلك لم يكن هناك أي إثبات عن طريق شركة تدقيق منذ عام 1986 على أن يورك هانوفر ليست قادرة على دفع ديونها. وفي عام 98 وصل الحد إلى عنق كوبر ولايبرنت. رفعت الدعوى ليس فقط على شركة كوبر ولايبرنت في إطارها الحالي عام 1997 و98 و99، بل أيضا على كل من 250 شريك فيها في ذلك الوقت في جميع أرجاء كندا. إذن وفي هذه الحالة يكون كل شريك في شركة كوبر ولايبرنت متهما في هذه القضية، ويواجه حكما بتعويض مادي مهم جدا. ليونارد فلانز محامي الادعاء يعطينا فكرة واضحة عن موقف كوبر ولايبرنت في هذه القضية. إضافة إلى الاتهامات الموجهة إلى كوبر ولايبرنت بالتقصير في تدقيق حسابات كاستور، كانت هناك اتهامات ضد السيد وايتمان أيضا، وذلك لكونه قام بعمليات تدقيق بنفسه، لم يكن مخولا بالقيام بهذه العمليات. اكتشف المحققون رابطا قويا بين سالزنبرغ ومدققي كوبر ولايبرنت. يجب أن يكون المدقق مستقلا عن الشركة التي يدقق حساباتها، لكن في هذه الحالة كانت الصلة قوية جدا، فأحد مساهمي كوبر ولايبرنت الأساسيين السيد إليوت وايتمان كانت له استثمارات خاصة عبر زوجته مع السيد ستالزنبرغ. كان السيد وايتمان مدير شركة في البهاماس تدعى بيترا، وكانت بيترا تدير شركة أخرى في البهاماس تدعى سلابن، وكانت إحدى المساهمين في سلابن السيدة وايتمان زوجة السيد وايتمان، وكذلك السيد ستالزنبرغ نفسه.
وكانت هذه الشركة تقرض المال للسيد وايتمان والسيد ستالزنبرغ، اللذين كانا يستثمران هذه الأموال في مشروع عقاري في نيويورك. كان هذا المشروع العقاري يدر على السيد وايتمان والسيد ستالزنبرغ أرباحاً وفوائد كبيرة. في بعض الأحيان تتطور العلاقات في الأعمال إلى علاقات شخصية، لكن هذا الارتباط المباشر بين زوجة السيد وايتمان والسيد ستالزنبرغ كان مثيراً للشكوك، ولم يبرر بعضها حتى الآن. كانت محاولة التوصل إلى تفاصيل قضية كاستر هولدينج عملية ضخمة جداً، كانت ستتطلب وقتاً طويلاً، ما أعطى كوبر ولايبرنت الوقت الكافي لكي يثبتوا أنهم هم أيضاً من ضحايا هذه اللعبة. بدأت الحركة عام 1993، لكن القضية نفسها بوشرت في سبتمبر عام 1998، وما زالت قائمة حتى الآن. وأنا شخصياً أحضر المحكمة 4 أيام كل 5 أيام، وما زالت القضية مثيرة جداً. لكن هناك نهاية لكل شيء، والموضوع هو أن القانون في كندا ينص على أن القضاة يتقاعدون في سن 75، والسيد القاضي كارير في 68 من العمر، وهو مصمم على إنهاء هذه القضية. في 7 أبريل عام 2000 صدر أمر بالقبض على السيد ستالزنبرغ بتهمة ارتكاب 45 عملية احتيال وسرقة 200 مليون دولار. لكن وجود ستالزنبرغ في ألمانيا جعل أمر القبض عليه غير فعال، فليس هناك معاهدة تبادل السجناء بين ألمانيا وكندا. هذا أيضاً يتعلق باختلافات التدويل، فالمال ينتقل بسهولة لكن الأشخاص لا يفعلون ذلك، وهذا مثير للسخرية لأننا لا نعرف كيف ستنتهي الأمور. طبعاً من المؤكد أن السيد ستالزنبرغ محجوز في ألمانيا، وهذا لا يعني أنه في السجن، لكن على الأقل هو يعلم أن هناك مذكرة لاعتقاله لدى الشرطة الدولية، ما يمنعه على الأقل من مغادرة ألمانيا، لكن لربما كونه محجوزاً في ألمانيا ليس بهذا السوء. لم يعد يزاول المهنة اليوم، وهو يعيش في شقة في بلدة صغيرة جنوبية سالزبرغ، ولا أعرف عن أعماله شيئاً حالياً. أعلم فقط أنه يعيش هناك، وأن هناك مذكرة توقيف بحقه لدى الانتربول إذا غادر ألمانيا، لكن ألمانيا لا تسلم مواطنيها كما في البلدان الأخرى، وبذلك يعيش بأمان فيها، لكن لا يجب عليه مغادرتها. لكن سمعة ستالزنبرغ في عالم الأعمال قد دمرت حين تجمع الأموال التي اختفت، تشعر بالدوار. لقد أدت هذه العملية إلى إفلاس بعض المصارف في جميع أرجاء العالم، ووصلت خسائرها إلى 600 مليون دولار، طبعا بمبالغ متفاوتة. إنها أموال مصارف وأفراد وصناديق ادخار، كلهم أمنوا على أموالهم لدى كاستر هولدينج لأنهم اعتمدوا بيانات مالية مزورة. بما أن رجل الأعمال هذا لديه أملاك في جميع أنحاء العالم، فإن الشرطة مصممة على اعتقاله حالما يخطو خارج ألمانيا وإعادته إلى كندا لمحاكمته. $1.5 بليون. يمكنك أن تقول إن ما من أحد لم يتأثر بهذا المبلغ الذي يشكل ثغرة كبرى في الميزانية الوطنية، فإن ثقة الناس بالشركات العقارية التي تعرف بصلابتها قد اهتزت. لكن هذه القضية أثبتت أن أفضل الاختصاصيين في مجالهم قد تعرضوا للخداع من قبل دجال. فلو أتى ستالزنبرغ بالحجج التي يقدمها أي مواطن عادي من أجل الحصول على قروض،
لكان افتضح أمره منذ زمن طويل.